ترقية ترقية لم الفلوس منين جات ترقية نكسرش منظومة متاع إنتاج كي الحليب ولا العظم نكسرش معناتها الأجراء اللي مساكن هما يتحملوا في كل الزيادات بالتيفيا وبالواحد ما يهمنيش عطيني نعمل التعبئة باش نلقى توازنات ترضى بهم شوية لفامي ونسلك أموري ونتعدى العقبة لا تفكير لا فما لا إصلاح في العمق لا فما مصداقية راهو البترول راهو هالزيادة اللي عملوها البارح هو مثل كان جات الدنيا الدنيا لازم تنقص لأنه التعديل الآلي باش يوريك معناتها اللي يحكم ما هو الصادق مع شعبه كي تقول أنا دخلت منظومة تعديل آلي في 2016 يطلع البرميل يطلع يهبط هو البرميل طلع على 75 وعلى أساسه ميزانية 75 على أساسه زادوا أو آخر زيادة في الثلاثة شهور اللي فاتت ما فاتش في المعدل بتاعهم ما فاتش الست توا أما تاخذ على ثلاثة شهور ما فاتش 60 دولار يزمك تهبط المرة هذه يزمك تهبط أنت مرة طلعت خطوة طلع على 75 كي تعمل معدل 60 يزمك تهبط مش تزيد أما وين الصدق وكيفاش تنجم تبني علاقة ثقة بين المواطن والدولة والحكومة اللي تمثلها كما تبدأش أنت تقول له مش نعمله تعديل آلي يزيد نزيد يهبط نهبط كي يزيد يزيد وكي يهبط نزيد برا ابني فيه علاقة تعثيقة.